السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. من زمان ما نزلت فيديو، من آخر فيديو حق سلسلة شال الضفاير. حبيت أقول لكم إنكم تقدروا تلاقوا الباترون في المتجر، راح يوصلكم بملف PDF، وكمان حطيته كباكج، يعني الخيوط متوفرة مع الباترون. أخذت استراحة بعده طويلة، أحس يعني أنا مصورة الفيديو، بس زي ما قلت لكم من يكون المونتاج شوية في فويس ما أدري ليش ياخد مني وقت. يعني المهم حبيت أبدأ يومي كتغيير، لأني من زمان ما خرجت، فروحت كافيه كنت أخذ فطور لطيف خفيف، وفي نفس الوقت كانت عندي أفكار حبيت أرتبها. من ضمن الأفكار هذه إني أنا أبغى أدخل في التريكو، وفي تقنية معينة اللي هي نستخدم فيها أكثر من لونين، وحابة أجربها. قد جربتها قبل بس حبيت أتعمق فيها أكثر وأشوف تبادل اللونين بشكل أسرع. فكان في بترون عاجبني صراحة ومرة منوع، وكنت أفكر يعني إيش ممكن أستخدم فيه خيوط، إيش ممكن أستخدم فيه مقاس سنارة. حبيت أشوف أول شيء المتوفر عندي، وبعد كده يعني أجيب خيوط مخصوصة لهذا المشروع. بالنسبة لتقنية إني أستخدم لونين في الشغل، هي تقنية فير آيل، وهذا المشروع اللي مرة عاجبني ونفسي أجربه. مرة عاجبني من ناحية الألوان ومن ناحية كل شيء وتنوع الرسمات. فهو عبارة عن زي ما قلت لكم إنكم تستخدموا خيطين أو أكتر، لكن بالخيطين دي تشتغلي لما يبان معاكي شكل معين. وهنا راح أخذكم في جولة بسيطة وأنا أجهز طلبات المتجر، أتمنى تستمتعوا.
هذه كانت النتيجة بعد ما جربت دمج لونين. طريقة كانت وجه صحيح ووجه خاطئ. طبعا الوجه الصحيح مهم عشان أبرز الرسم، وكمان الوجه خاطئ ومهم عشان أمشي الخط للمكان الأقرب للتبديل. النتيجة حبيتها، لكن واضح الشد في بعض الأماكن، وهذا بسبب مسكة الخط وكيف أبدل بينهم، لكن حبيت النتيجة وكانت تجربة جميلة.